بعد اختيار المدربين للاعبتهم. الثمان فرق تم تقسيمهم على مجموعتين، كل مجموعة أربع فرق. المجموعة الأولى ضمت فريق حسن شحاتة بقيادة طارق السيد، فريق ثابت البطل بقيادة سارة حسنين، فريق محمود بكر بقيادة أحمد الكاس، وفريق حسن الشاذلي بقيادة عبد الستار صبري. أما المجموعة الثانية فبتضم فريق محمد السياجي بقيادة علاء ميهوب، فريق شحتة بقيادة محمد اليماني، فريق مدحت فقوسة بقيادة سمير كمونة، وفريق هشام عبد الرسول بقيادة هشام حنفي. دقايق بتفصلنا عن بداية أولى مباريات المجموعة الأولى بين فريق حسن شحاتة وفريق ثابت البطل، وهنشوف مين الفريق اللي هيحقق أول فوز في الموسم الثاني من كابيتانو مصر. بس خلونا الأول نفكركم بالقوانين الخاصة بدور المجموعات لكابيتانو مصر. في كابيتانو مصر لازم الماتش ينتهي بفوز واحد من الفريقين، وفي حالة التعادل بنروح لركلات الترجيح، وفي الحالة دي بيحصل الفريق الفايز بركلات الترجيح على نقطتين، أما حسم الفوز في الوقت الأصلي فهيكون زي المعروف بثلاث نقط. فاصل بعد وانت بتتحرك. أب لازم تتحرك وتروح تنزل عشان تستلم. المهم انك ما تكررش الغلط. كابتن طارق دايما بيعتمد على الهجوم اكتر. يلا هوب. كابتن سارة عندها تريكات. روح 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 روح. انا عايز الكرة على القريبة هنا. أنا سيف الدين أحمد حنفي من محافظة سوهاج. أنا بساعد بابا في الأرض والزراعة وكمان بتدرب وبطور من نفسي. دايماً كنت ببص على سيف وبيلعب في الزرع وكده وبيشقى كده في الأرض، فبقول إن شاء الله بإذن الله يكون لاعب كبير ويكون لاعب وشرف بلده وشرف سوهاج وشرف مصر كلها بإذن الله. أنا نفسي أبقى كابيتانو مصر، ونفسي أبقى لاعب في منتخب مصر. سيف ابني الكبير دايماً واقف في ظهري ودايماً بيساندني، بيساعدني في زرع الأرض، بيساعدني في ري الأرض، متحمل معايا المسؤولية، بيساعد إخواته، مجتهد في دراسته إلى حد كبير دايماً. ودايماً واقف معايا ودايماً بيسيبنيش. أنا بحب أشوف أمي وجدتي وهما بيشجعوني وأنا بتدرب في الأرض. سيف ابني دايماً جدته بتدعي له، ودايماً طول ما بتشوفه شقيان وتعبان تقول له ربنا يهديك يا ابني، طول ما شايفاه تقول له ربنا يهديك على قد شقاك وعلى قد تعبك وعلى قد ما أنت تعبان وشقيان، ربنا هينصرك يا والد ولدي. عياله إن شاء الله يا رب يبقى أحسن واحد يا رب، ونوله اللي في باله ويبقى كويس ويديه الصحة والعافية يا رب إن شاء الله، كان تعب وشقاه يا رب. أنا بتمنى لسيف ابني إن شاء الله إن هو يبقى كابتن مصر السنة دي.